السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين زين بكويزين فاسيل. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا مزيانين لاباس مع رمضان، يعني تكونوا غلبتوا وما يكونش غلبكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير واحد البريوات اللي كيجيو زوينين بلي زيت بينا والفرماج ديال الترك. كنحتاجوا لهاد الوصفه هذه كيلو ديال لي زيبينار بحال هكذا، انا كنشريه بحال هكذا مصايب، نص كاس ديال الزيت، لا كريم فريش عندي هنا واحد 3 ديال المعالق كبار على حسب ديال الطياب، عندي الفرماج بحال هكذا كاين يتباع هكا في هذه القرعه هكا فيها بزاف، واللي ما عندوش هذا الفرماج يقدر يستعمل غير سميتو الفرماج نورمال اللي كناكلو مع الخبز، يعني كيري ولا هذاك الكاري. عندي هنا الابزار، الملح، عندي هنايا الثومه محكوكه بحال هكا كتباع، على حسب الكفته عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال سكينجبير وتحميره بابريكا، عندي هنايا معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس مطحونين، عندي هنايا نص بصله مطحونه بحال هكذا مشلضه، وعندي هنا 200 غرام ديال الكفته والورقه باش نعمر هاد البريوات، باش ندير البريوات كتباع بحال هكذا كنشريها مصايبه وفيها 10 ديال الاخر ندير انايا على حسب اللي قدني في هاد البريوات. الو ندوزو لطريقه التحضير. عندي مقله هنايا ندير فيها هاد لي زيت بيناخ وندير شويه ديال الملح وندير الابزار على حسب القياس ديال كل واحد، وغادي ندير شويه ديال الثومه وندير شويه ديال الزيت، غادي نشعل عليها ونخليها تطيب مزيان في هاد الزيت تتخلط مزيان. ندوز الكفته، غادي ندير الكفته في هاد الطبسيل ديال فاش كانت لي زيبيناخ، ندير عليه داك الزيت اللي بقات، القزبر والمعدنوس، وندير هذيك الثومه والبابريكا، وي بابريكا والملحه والسكينجبير والكمون، وغادي ندير البصله، غادي نخلط هاد المقادير كلهم مزيان، من بعد غادي نطيب سميتها هاد لي زيبينا ونزيد عليها الكفته. من بعد ما طابت هذيك لي زيبينا زدت عليها هذاك لا كريم فريش، وغادي نخليها طيب نخلطها مزيان، زيبينه زوينه مزيان الانسان ياكلهم مع فيها الحديد، مزيانه للصحه لا سونتي، والناس اللي بحال ناقصهم الحديد مزيانه ليهم بزاف ياكلوها. بعد ما طابت هذيك لي زيبينا ودخلت بها مزيان هذاك
سميتي لا كريم فريش. دابا غادي نحيدها نخلط بعدا نخلط هذه الكفته مزيان مع المقادير ديالها. بغيت من الاحسن نخلطهم بحال هكذا، نخلطها معها هكذا على نديرها طيب. بعد غادي ندخل هاد لي زيتونة هنا، نطيب سميتها نطيب الكفتة في نفس المقلة، يعني مع غادي نخلط لي زيتونة والكفتة داكشي علاش. نحاول ندير بالفرشيط حسن باش كاع كيف تفرتت هذيك حتى ما كتجيش مرصوعات. الزيت راني ديجا درت فيها بلا ما نزيد الزيت. هي بدات كطيب، واللي بغى يدير غير لي زيبينار بوحدها والفرماج يديرو. دابا مرة أخرى نديرو لكم نوريكم كيفاش، يعني غير لي زيبينار وهداك الفرماج كيجي زوين بزاف. كتجي على هاد الشكل هذا وكلهم فرته اللي كتجي ما كيبقاش فيها ديك لي مورصو ولا مورصويات. دابا غادي نخلط عليها هذيك الزيتينة ونخليها تشحر شوية. انا لي زيبينار كنشري هذيك لي زيبينار بونش ماشي هذيك المطحونه، واللي بغى يشري لي زيبينار ويصايبها هكذا راسو احسن.
هانتوما هي الخلطات كتجي بهذا الشكل هكا. كل واحد الخلطه مزيان مع الكفته غادي نخلط نغسلها النار وندوز دابا غادي نجيب هذاك الفرماج غادي نجيب هذاك الفرماج وغادي نفرتو مزيان بحال هكذا وما تكثروش الملح في سميتو في لي زيب في لي زيبينا غول الكفته مع هاد الفرماج هذا كيكون ديجا مالح ديما ردوا البال ديروا غير شويه من بعد عادوا نفرتو بحال هكذا كله بفرشيط دابا غادي نخلي هذيك لي زيبين حتى تبرد وغادي نخلط معها هذا الفرماج بعد ما بردات شويه هذيك لي زيبين غادي نزيد عليها هذاك واللي ما مزروبش يخليها حتى تبرد مزيان نخلط مزيان مع نخلط مزيان الفرماج وهاد لي زيبين بحال هكذا غادي نخلطهم وغادي نخليهم حتى نبغي نعمر البريوات دابا غادي نبدا نعمر سميتو البريوات غادي نشد الحجم اللي بغيت انا كنطوي الورقه هكذا على جوج من بعد كنشد عاوتاني نطوي على اربعه بحال هذا الشكل هذا وكنحيد هذوك الطروفه هاد الطروفه اللي مازالين كنحيدهم على هذا الشكل كنقطع الورقه هكذا انا كندير بالمقص باش كيسهل عليا هكا كيجيو حجم واحد انا عندي جم قطعته بحال هذا الشكل هذا نبدا نعمر دابا وهنايا درت الطحين كندير شويه الطحين والماء والملح وكنخلطو مزيان كيجيني بحال هكذا كنديرو حسن من البيض لحقاش البيض الا درتو بحال هكذا كيتلقى الرغوه في الزيت ملي كيكون يتقلى بحال هكذا الطحين كيجي مزيان وكنبدا نطوي مثلث باش على شكل مثلث بحال هكذا كندهن شويه هكذا بالطحين كنخشيه لداخل كندير انا الموس باش كيسهل عليا الموس دغيا كتدخل هكذا تحت الورقه تولي لقيت الطروفه طالعين كندير لهم بحال هكذا كندير لهم الطحين انا سبق لي وجدتهم كيجيو على هذا الشكل هذا كنغطيهم هكذا وكنبدا نستف ساهلين ماشي واعرين ودغيا كي كيديوش الوقت بزاف وهاد البريوات ديال لي زيبينار كيجيو زوينين بزاف بالنسبه للناس اللي فيهم فقر الدم وداكشي مزيان ياكلو هكذا لي زيبينار زوينه فقر الدم
مرة أخرى دابا نوريكم على شكل سيجار. بحال هكدا مثلث كنستمر بحال هكدا حتى كنكمل كاع هاد الحشوه اللي عندي ونوريكم كيفاش غنقليوهم. من بعد ما صايبتهم هاني دابا درت الزيت في مقله وكنقليهم على هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوه ديالي ملي كيطيبو كيجيو بحال هكذا بالصحة والراحة ورمضان مبارك سعيد. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة. السلام عليكم.